السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو ده عن موضوع التوكسوبلازما جوندياي. ده واحد من البروتوزوا المسؤولة عن مرض التوكسوبلازموزيس اللي هو مرض القطط اللي بنسمع عنه كتير. اول ما نسمع عن التوكسوبلازما لازم نيجي في بالنا كام حاجه كده مهمين. اول حاجه ان هي اوبورتيونستيك بارازايت. التوكسوبلازما دي اوبورتيونستيك انتهازيه، يعني طول ما الشخص ده المناعه بتاعته كويسه هي مش هتعمل له اي مشاكل غير بعض الحاجات كده بسيطه. اما لو المناعه بتاعته ميونو كومبرومايزد، يعني المناعه بتاعته قلت لاي سبب ما، ستعمل مشاكل كتيره. طيب امتى هي بتعمل لي مشاكل؟ قلنا اول حاجه لو هو عيان ميونو كومبرومايزد، يعني المناعه بتاعته قلت لاي سبب ما، ساعتها بتنشط التوكسوبلازما وتعمل لي مشاكل جامده. او لو دي بريجننت وومن، ممكن لو البريجننت دي اتصابت بالتوكسوبلازما ونعرف ازاي. تمام، ممكن لو جالها اثناء البريجننسي يعدي التوكسوبلازما للبيبي ويحصل له كونجينيتال انوميليز. يبقى انا بخاف هنا من حاجتين، يبقى التوكسوبلازما هي ممكن تسبب لي مشاكل في اتنين، في الاميونو كومبرومايزد والبريجننت ويمن. تاني حاجه نعرفها ان هي عندها تو هوست. تمام، الفاينل هوست بتاعها اللي هو الكات، عشان كده سموه مرض القطط. الكات هنا هي الفاينل هوست، ده بيحصل جواها السيكشوال سايكل في الانتستين. طيب امال مين الانترميديت هوست؟ الانترميديت هوست دول مجموعه كذا حاجه، كذا كائن، اللي هو الكات برضو. يبقى الكات هنا فاينل هوست وانترميديت هوست، والهيومن والاذر مامالز اللي هم كذا نوع من الحيوانات الثدييات، زي الكاتل، زي البيجز، زي الرودنت، زي البيردس، زي الايه اللاينز، الاسود. يعني في انواع كتيره من الانيمالز ممكن تصاب بتوكسوبلازما وتاكت از انترميديت هوست مع الهيومن ومع الكات. طيب التوكسوبلازما بتحب انهي اورجان؟ هي بتحب تافكت الايه البرين، الهارت، الماسلز والليمف نود. دول اكتر اماكن بتحبها التوكسوبلازما. ناخد بقى لايف سايكل. لايف سايكل هي بتبدا بالديفينيتيف هوست اللي هو قلنا مين؟ الكات. دي الباشا، دي ديفينيتيف هوست. تمام، طيب الكات دي موجود في الانتستين بتاعها التوكسوبلازما، وبينزل في الستول بتاعها حاجه اسمها الانسبوروليتد اووسيست. انسبوروليتد اووسيست او دي قلنا ان هي ناتج اتحاد الميل والفيميل جاميتس اذا حصل سيكشوال ريبليكيشن جوه الانتستين بتاع الكات، عشان كده الكات هنا فاينل هوست. تمام، طيب الناتج بتاع الاتحاد بتاع الميل والفيميل جاميتس في الانتستين بتاع الكات، الناتج بتاعهم كان الانسبوروليتد اووسيست. الانسبوريتد ايه اووسيست دي بتنزل في الستول بتاع الكات، ولكن هي مش انفكتيف، لازم ان تقعد شويه في الانفايرمنت في السويل عشان يحصل لها سبوروليشن، وتتحول بعد حوالي 5 ايام تتحول لحاجه اسمها سبوروليتد اووسيست. يبقى هي اتحولت من انسبوروليتد لسبوروليتد اووسيست، وهي دي الانفكتيف ستيج. شكلها بيبقى اوفال وفيها كورتين، كل كوره فيهم 4 سبوروزايت اللي هم الاشكال الهلاليه اللي جواها. تمام، يبقى هي شكلها اوفال جواها كورتين وكل كوره فيها 4 سبوروزايت. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ السبوروليتد اووسيست دي هيجي الانترميديت هوست عشان ياكل السبوريليتد اووسيست ويتعدي، اللي هو الانترميديت هوست اللي قلناه اللي هم الهيومن والايه والحيوانات اللي هي الماملز. تمام، والكات كمان. طيب دول كلهم اهمهم طبعا الهيومن، هيتعدي هياكل السبوريليتد اووسيست ازاي؟ مع كونتامينيتد فود او درينك. طيب هتدخل في الانتستين والسيست دي هتتحلل، اللي هي جواها الاشكال الهلاليه. السيست هتتحلل ويطلع منها السبوروزويد اللي هي الاشكال الهلاليه دي، هتروح للسيركيوليشن. تمام، وتعمل بارازيتيميا، وهنسميها ساعتها بدل سبوروزويد هتبقى تروفوزويد. تروفوزويد ده هيروح بعد كده للتيشوز اللي هي التوكسوبلازما بتحبها، اللي هي ايه قلنا البرين والهارت والمسل والليمف نود. تمام، وبعد كده بتدخل جوه السيل انترا سيلولار، لان هي التوكسوبلازما دي انترا سيلولار، وتتكاثر اسيكشوالي. تمام، عشان كده هنا الهيومن انترميديت هوست. طيب اول ما تتكاثر اسيكشوال في الاول هيحصل ملتيبليكيشن، هتبدا تتكاثر بسرعه 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 سريع جدا، فبنسمي التروفوزويد في الحاله دي تاكي زويد. هو تروفوزويد بس عمال يتكاثر بسرعه جوه الخلايا بتاع الاورجانز دي. تمام، فسميناه تاكي زويدز. تاكي يعني سريع، زي تاكي كارديا كده، ضربات القلب سريعه. هنا تاكي زويدز عشان هو بي ايه بيحصل له ملتيبليكيشن بسرعه. والسيل اللي جواها التاكي زويد دي سميناها زودو سيست، هي مش سيست حقيقيه. تمام، زودو سيست. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ خلاص السودوسيست دي موجوده جوه الايه سيل في الاورجانز اللي احنا قلنا عليها. اغلب الحالات اللي بتتصاب اللي مناعتهم تبقى كويسه، بعد كده بيبقى الملتيبليكيشن بيهدى شويه، وبدل ما يبقى تاكي زويد لا بدا يبقى بطيء في الملتيبليكيشن بتاعه، وبقى حاجه اسمها برادي زويد.
تمام، برادي يعني بطيء، يبقى براديزويد يتحول من تاكيزويد لايه؟ لبراديزويد. هو هو ماشي، بس ايه حصل؟ المالتبليكيشن بتاعه بقى ابطا، وجهاز المناعه ساعتها بيكون حواليها سيست، وهنا السيست بتبقى ترو سيست او بنسميها تيشو سيست، وجواها البراديزويد. ده في الشخص اللي مناعته كويسه. طيب بتفضل التيشو سيست دي جوه جسم الانسان طول ما مناعته كويسه مش عامله اي مشاكل. اول ما يحصل له، هي بقى قاعده مستنيه الفرصه، اول ما يحصل له اميون سبريشن، المناعه بتاعته تقل لاي سبب ما، تروح هي من تنتهز الفرصه وتنشط، وساعتها البراديزويد يروح متحول يبقى تاكيزويد، يسرع في المالتبليكيشن. بعد ما كان نايم وعمال مالتبلاي بطيء بطيء، لا بدا يسرع في المالتبليكيشن بتاعه ويبقى تاكيزويد، وتعمل بقى ساعتها مشاكل وتنشط. تمام. طيب هنا التيشو سيست دي اللي هي موجودة في الأورجنز، تمام، زي ما موجودة في الهيومن موجودة برضو في الأذر انترميديت هوست، موجودة في الأنيمالز اللي احنا قلنا عليهم، في الكات، في البيج، في الكاتل، في البيردس، في الحاجات دي. فلو الإنسان أكل التيشو سيست دي مع لحم الانترميديت هوست مش مستوي كويس، زي لحم البيف أو البورك، البورك ده اللي هو بتاع الخنزير، تمام، هيتعدي برضو، وهتدخل السيست دي في الانتستين وتتحلل، وساعتها البراديزويد اللي جواها هو ده اللي هيروح للسيركيوليشن ويعمل نفس السايكل اللي احنا قلناها. تمام. ده بالنسبه للهيومن. يبقى الانسان هنا يا اما بياكل السبوريتد او سيست اللي نزلت في الستول بتاع الكات، بس قعدت شويه في الانفايرمنت لان كانت انسبوريتد وبعد كده اتحولت لسبوريتد، فالانسان بيتعدي يا اما ياكل السبوريتد دي مع كونتامينيت فود او درينك، يا اما ان هو ياكل التيشو سيست اللي هي موجوده في الاذر انترميديت هوست في الحيوانات الثانيه، ماشي، عن طريق ان هو ياكل اللحم ايه مش مستوي في جواه التيشو سيست. طب بالنسبه للكات اللي هي اصلا الفاينل هوست بس هي في نفس الوقت انترميديت هوست، هتتعدي ازاي؟ هتتعدي عن طريق ان هي تاكل السبوريتد اوسيست اللي هي برضو نزلت في الستول بتاعها بس قعدت شويه في الانفايرمنت، تمام، او بتاكل برضو التيشو سيست بتاع الانترميديت هوست بتاع الحيوانات اللي زي الرودنت، تمام، هي دي اللي تقدر تاكله، وهي تدخل السبوروزويد ساعتها او البراديزويد على حسب هي كانت ايه، اما ان هي تدخل في الانتستين بتاع الكات فيحصل لها سيكشوال ريبليكيشن ويتكون ميل وفيميل جاميتس، تمام، وبعد كده يتكون زيجوت ويتكون انسبوريتد اوسيست تنزل في الستول تتحول في الانفايرومنت لسبوريتد اوسيست، ده اللي هي فاينل هوست ساعتها. او يا اما يحصل ايه؟ ان السبوروزويد او البراديزويد بدل ما تقعد في الانتستين وتعملي سيكشوال ريبليكيشن، لا دي بتروح للسيركيوليشن بتاع الكات وتروح للتيشوز للبرين بقى بتاعها، تروح للهارت او كده زي بقيه الانترميديت هوست، وتعملي ساعتها زودو سيست ثم تيشو سيست زي بقيه الانترميديت هوست، عشان هنا الكات اكت از ديفينيتيف هوست وفي نفس الوقت ممكن تبقى انترميديت هوست. تمام. يبقى هنا لازم نعرف حاجه مهمه، ان كل الستيجز اللي قلنا عليها هي انفكتيف للانترميديت هوست والديفينيتيف هوست ما عدا الانسبوروليتد اوسيست. يعني ايه؟ يعني الستيجز اللي احنا قلنا عليها اللي هي سبوروليتد اوسيست، الزودو سيست اللي هي جواها التاكيزويد، او التيشو سيست اللي كان جواها البراديزويد، كل دول لو اكلهم الانترميديت هوست او الديفينيتيف هوست هيتعدوا، يبقى هم انفكتيف ستيج. يبقى الانفكتيف ستيج السبوريتد اوسيست، الزودو سيست، والتيشو سيست. الوحيده اللي مش انفكتيف هي الانسبوريتد اوسيست اللي كانت بتنزل في الستول بتاع الكات، عشان هي لازم تقعد شويه في السويل. تمام. طيب هنا من اللايف سايكل نستنتج مين الديفينيتيف هوست اللي هو مين؟ الكات، عشان بيحصل جواها سيكشوال ريبليكيشن في الانتستين. طيب من الانترميديت هوست اتفقنا ان هم مجموعه ايه حاجات، اللي هي الكات برضو والهيومن والاذر مامالز اللي هم اللي احنا قلنا عليهم زي الكاتل والبيج والبيردز وكده. تمام. طيب ايه المود اوف انفكشن للهيومن؟ المود اوف انفكشن للانسان عن طريق ايه؟ قلنا عن طريق المتن، هو انجيشن للسبوروليتد او سيست مع كونتامينيتد فود او درينك، او انجيشن للزودو سيست او التيشو سيست سواء دي او دي في لحم بقى مش مستوي كويس زي لحم البيف او البورك. تمام. طيب وممكن كمان سقاه العدوى عن طريق البلاد ترانسفيوجن او الاورجان ترانسبلانتيشن، وده ساعتها هيتعدي بالتاكيزويد. تمام. او عن طريق كونجينيتال من البريجننت وومن للبيبي، وده هتنقول له برضو التاكي زويدز. تمام. طيب الكلينيكال بيكتشر، عيان التوكسوبلازما
هيشتكي من ايه؟ احنا بنقسم الكلينيكا بيكشر بتاع التوكسوبلازما لثلاث حاجات. اول حاجه اللي هي الكونجنيتال، كونجنيتال ان دي الام عادت البيبي، تمام، وهنعرف ازاي. وتاني حاجه المرحله الثانيه او الجزء الثاني من الكلينيكا بيكشر اللي هو اكوايرد انفكشن، ده شخص كبير عادي والمناعه بتاعته كويسه وجاله توكسوبلازما زي اغلبنا. والحاجه الثالثه لو الشخص ده اميونو كومبرومايزد ايه اللي هيحصل. طيب هنبدا بالكونجنيتال. كونجنيتال لازم نعرف معلومتين مهمين في الاول، ان الام عشان تعدي البيبي، البريجننت وومن عشان تعدي البيبي اللي في بطنها، لازم يكون جالها يا اما برايمري اكيوت انفكشن اثناء الحمل، يعني هي حامل دلوقتي وجالها انفكشن بالتوكسوبلازما، تمام، او يا اما كان عندها ليتنت انفكشن، يعني كان عندها انفكشن من زمان وليتنت والتيشو سيست قاعده جوه مثلا البرين او قاعده في المصل بتاع الهارت او كده وليتنت خالص وكانت مناعتها كويسه، وبعد كده لما جت حملت حصل اميونو سبريشن لاي سبب ما، تمام، وحصل اكتيفيشن للليتنت انفكشن. يبقى هي ممكن عن طريق حاجتين، يا اما جالها اثناء الحمل اكيوت برايمري انفكشن، يا اما اصلا كان عندها وليتنت وهي ما تعرفش وحصل اميونو سبريشن اثناء الحمل لاي سبب ما وحصل اكتيفيشن للليتنت انفكشن. دي اول معلومه نعرفها ان هي بيتنقل او هتعدي البيبي ازاي. طيب تاني حاجه لازم نعرف ان كل ما شهور الحمل بتعدي، تمام، نسبه ان هي تنقل العدوى للبيبي بتزيد مع شهور الحمل. نسبة ان هي تنقل العدوى للبيبي بتزيد مع شهور الحمل. يعني ايه؟ يعني هي لو لسه في اول شهور في الحمل نادرا لو انتقل العدوى للبيبي، نادرا، بس لو انتقلت هتبقى تعمل لي سيفير مانيفستيشن، تمام. طيب كل ما هي بتبقى شهور الحمل بتتقدم، كل ما هي بتبتدي ان هي لو جالها التوكسوبلازما ساعتها شبه مثلا 99 او 100% هتنتقل للبيبي، تمام، في اخر شهور، بس ساعتها تبقى السيفيريتي اقل. يبقى هي نسبه ان هي تنقل العدوى للبيبي بتزيد مع شهور الحمل، يعني نادرا لو انتقلت في اول شهور، فلو بس لو انتقلت في اول شهور تعمل لي سيفير مانيفيستيشن، بس بتنتقل اكتر امتى؟ لو جالها الانفكشن في اخر شهور في الحمل، وساعتها بتعمل لي اقل في السيفيريتي، اقل مانيفيستيشن، تمام. طيب هنبدا لو هي ايرلي، ايرلي ممكن يحصل ابورشن او ستيل بيرث، العيل يتولد ميت، تمام. في نيونيتال مانيفستيشن، نيونيتال مانيفستيشن يعني بتظهر اول ما البيبي يتولد. في حاجات منهم جنرال زي فيفر، نيومونايتس، هيباتوميجالي، ممكن يحصل لينفادينايتس، دي حاجات جنرال كده. وممكن افكشن للسي ان اس او الاي، دول اشهر حاجتين. السي ان اس هيحصل ايه؟ هيحصل مايكروكيفالي، يعني يحصل ضمور في خلايا المخ والراس، راس البيبي تبقى صغيره في الحجم عن الطبيعي. او هيدروكيفالس، هيدروكيفالس يعني العكس، الراس، راس البيبي بتبقى اكبر من الطبيعي نتيجه ايه؟ نتيجه حصل اوبستراكشن وتجمع السائل بتاع السي اس اف في البرين، وطبعا ضغط على البرين فحصل برضو برين اتروفي. الاثنين بيبقى مايكروكيفالي وهيدروكيفالس عنده برين اتروفي، تمام. وممكن كمان يحصل كونفولجن وسيريبرال كالسيفيكيشن. طب على الاي، الاي ممكن يحصل انفلاميشن في الريتنا او في الكرويد بلكسس اللي هو بيغذي العين، تمام، فيحصل ريتينو كروديتس. يبقى ده اشهر حاجه في النيونيتال مانيفيستيشن، السي ان اس والاي. في الليت مانيفيستيشن، ليت مانيفيستيشن يعني الطفل بيتولد ظاهريا بنشوفه كويس، بعد كده المانيفيستيشن بقى بتاعته بتبتدي تظهر ليتر اون، ان لما يكبر ويبقى مثلا في مرحله الادلوسنس، بعد كده ممكن يظهر على هيئه ايه؟ منتال ريتارديشن او اي افكشن. يبقى الليت مانيفيستيشن ده لما يبقى ادلت، هو اتولد طبيعي خد الانفكشن بس ظاهريا اتولد طبيعي، المانيفيستيشن تبدا تظهر لما يبقى ادلت، يبقى فيه منتال ريتارديشن وكوريو ريتينايتس. بعد كده اللي هي الاكوايرد توكسوبلازما، اكوايرد توكسوبلازما ده شخص كبير جاله توكسوبلازما بس هو مناعته كويسه. اشهر حاجتين بيبقى اسيمتوماتيك ما بيشتكيش من حاجه، او في لينفادينايتس انفلاميشن بس في الليمفينود، تمام. ممكن يحصل ريتينوكورديتس في الاي او مايوكارديتس او مننجيونكيفايتس، ولكن ده مش كومن، الكومن هو اسيمتوماتيك او اشهر حاجه اللي هي لينفادينايتس، ده في الاكوايرد توكسوبلازما. طيب لو اميونو كومبرومايزد، الشخص ده مناعته واقعه، قلنا ان التوكسوبلازما اوبورتيونستيك انتهازيه، ساعتها بيحصل فلير للانفكشن. طيب الشخص ده يا اما ان هو ممكن يجي له اكتف انفكشن اثناء ما هو اميونو كومبرومايزد، يعني هو عنده مثلا ديزيز
او عنده الايدز او عنده اي مرض حصل له ايمونو سبريشن، تمام، فجاله التوكسوبلازما وهو مريض كده، فهي هيظهر المانيفيستاشن على طول. او كان عنده اصلا توكسوبلازما وليتنت ما فيش اي اعراض، ولما جاله ايمونو سبريشن او حصل له اي ديزيز او بياخد ايمونو سبريسيف دراج او اي حاجه هبطت المناعه عنده، فساعتها هيبدا يظهر برضو هيظهر عليه اعراض نتيجه الاكتيفيشن بتاع الليتنت انفيكشن، تمام. ايه اللي هيحصل له؟ اشهر حاجه في الايمونو كومبرومايزد انكيفالايتس، ده الموست كومن. ممكن طبعا يحصل ريتينوكولايتس او مايوكاردايتس. طيب الدايجنوزيس، بشخص العيان ده ازاي بتاع التوكسوبلازما؟ عن طريق هيستوري طبعا وكلينيكال بيكتشد رقم واحد في اي دايجنوزيس. هنا الاساس في الدايجنوز بتاع التوكسوبلازما الايميونو دايجنوزيس. ايميونو دايجنوزيس ان انا بدور على الانتي بوديز، ده الاساس في التوكسوبلازما، تمام. لان مساله ان انا اخد عينه بقى واشوف التيشو سيست وزيروسيست والحاجات دي بتبقى صعبه، فالاساس هنا الايميونو دايجنوزيس. طيب هنا لازم انا اقول حاجه مهمه في الاول، ان ايه الانواع الانتي بوديز اللي انا بدور عليها. انا عندي في اتنين مهمين، ايميونو جلوبولين ام وايميونو جلوبولين جي. ايميونو جلوبولين ام ده بيظهر معروف في الاكتيف انفيكشن، بيظهر في الاول في اول اسبوع تقريبا من الانفيكشن، دي اول انتي بودي بيظهر واول حاجه بيختفي، بيظهر فتره وبعد كده ايه يختفي على طول، يبقى ده في الاكيوت انفيكشن. طيب اما الايميونو جلوبولين جي ده بيظهر بعد ظهور الايميونو جلوبولين ام بحوالي مثلا اسبوع او اسبوعين، ويفضل يعلى يعلى وبعد كده بيفضل موجود فتره طويله، يا اما ثابت يا اما بيبقى ديكلايننج بينزل، تمام. طيب ده هيفيدني في ايه؟ انا لو لقيت خدت عينه دم من الايه البيشنت ده ولقيت فيها الايميونو جلوبولين ام بتاع التوكسوبلازما، يبقى ده اكيد هو عنده اكيوت او اكتيف انفيكشن، عنده اصابه جديده حالا، تمام. طيب كمان بيفيدني في حاجه تانية، ان انا لو لقيت سحبت مثلا عينه دم من بيبي لسه مولود، تمام، ولقيت فيه ايميونو جلوبولين ام، طيب ايميونو جلوبولين ام ده هيبقى ايه؟ ده دليل ان هو مصاب بالتوكسوبلازما، مصاب بالتوكسوبلازما، مش مثلا كانت والدته وهي حامل فيه كان عندها الانتي بوديز فعدى ليه، لا، لان اللي بيعدي من الانتي بوديز من الام للبيبي بيبقى الايميونو جلوبولين جي. يعني ساعتها لو لقيت في الدم بتاع البيبي ايميونو جلوبولين جي، لا انا هقول ساعتها ده من المذر، ان هو عدى من الام للبيبي. لكن الايميونو جلوبولين ام مش بيعدي من البلاسينتا، فانا لو لقيت ايميونو جلوبولين ام موجود في البلاد بتاع البيبي اللي لسه مولود ده يبقى عنده كونجينيتال انفيكشن، تمام. طيب لو انا خدت عينه بلاد من بيشنت ولقيت عنده الايميونو جلوبولين جي موجود، ده دليل على ايه؟ دليل يا اما هو عنده انفكشن دلوقتي الله اعلم، او دليل على ان هو كان عنده انفكشن قبل كده من زمان، لان قلنا الايمينو جلوبولين جي بيقعد فتره طويله. ساعتها بعمل ايه؟ بعيد التحليل بعد اسبوع او بعد فتره، لو لقيته رايزنج تتر ان هو بيعلى، لا ده في الاكتيف انفكشن، الشخص ده اكتيف دلوقتي عنده اكيوت انفكشن. لو لقيت الايمينو جلوبولين جي زي ما هو ثابت او ديكلايننج بينزل، يبقى ساعتها ده كان كرونيك ليتنت انفكشن، جالوا الانفكشن ده قبل كده، تمام. طيب الانتي بوديز دي بدور عليها يا اما بالاليزا ماشي، او ان دايركت فلوريسنت انتي بودي تيست، او في تيست عندنا موجود اللي هو السابن فيلد مان داي تيست. ايه السابن فيلد مان داي تيست ده؟ ده بجيب عينه سيرم من البيشنت وبحط عليها توكسوبلازما تروفوزويد من عندي من المعمل، وبحط صبغه اللي هي المسايلين بلو داي، تمام. لو السيرم فيه الانتي بودي، يعني العيان ده مصاب وفيه الانتي بودي موجود في السيرم، هيمسك في التروفوزويد، والتروفوزويد ده ساعتها مش هياخد الصبغه الزرقاء وهيبان لي ان هو ما خدش الصبغه الزرقاء، يبقى ده ايه بوزيتيف، تمام. لو العكس ان الشخص ده مش انفكتد، ما عندوش الانفكشن، ما عندوش الانتي بودي، فساعتها التروفوزويد هيمسك فيه المسايلين بلو وهياخد الصبغه الزرقاء، تمام. طيب ممكن كمان اشخص بالبي سي ار، وده مهم امتى؟ في حالات الايميونو كومبرومايزد، لان الايميونو دايجنوز عشان اشوف حكايه الانتي بوديز وكده، ده مش هينفع مع عيان ايميونو كومبرومايزد المناعه بتاعته مش كويسه، فساعتها بعمل البي سي ار بدور على الدي ان ايه. او في حاله الكونجنتال انفكشن، ان انا باخد عينه من الامنيتوك فلود او من اليورين بتاع طفل لسه مولود وبدور فيها على الدي ان ايه ده يعني بالبي سي ار، تمام، وبشوف لو في كونجنتال انفكشن ولا لا. ممكن كمان في الدياجنوزز اعمل ايميجنج زي الاكس راي والسي تي، ساعتها ممكن اشوف الهيدروكيفالس والسيريبرال كالسيفيكيشن. يبقى هنا الخص تاني، ان انا عشان
اقول ان ده اكتيف انفكشن، الشخص ده عنده اكيوت انفكشن دلوقتي، لازم الاقي في البلاط بتاعه يا اميونوجلوبولين ام يا رايزنج تتر للاميونوجلوبولين جي. طيب في الليتنت انفكشن اقول للشخص ده لا ده كان عنده زمان، يبقى هو لقيت عنده ايه اميونوجلوبولين جي، ولما عدته لقيته ان هو ثابت او ديكلايننج، يبقى ساعتها اقول ان ده ليتنت انفكشن. طيب بالنسبه للكونجنتال اقول ان ده كونجنتال انفكشن امتى؟ لو لقيت في البلاط بتاع البيبي ده اميونوجلوبولين ام تمام، او شخصته بالبي سي ار. طب لو عيان اميونو كومبرومايزد بشخصه احسن بالبي سي ار تمام. التريتمنت بعالج بايه؟ كومباينيشن ثيرابي، بدي دوايين مع بعض اللي هو البايريميسامين مع الترايسلفا بايريميدينز تمام. يبقى البايريميسامين مع الترايسلفا بايريميدينز، ومعروف ان العلاج ده بيعمل بون مارو سبريشن، فعشان كده انا بدي معاه فولينيك اسيد عشان يعوض البون مارو سبريشن. طيب العلاج ده تراتوجينيك، يعني بقدرش اديه لواحده بريجننت ويمن تمام، فلو هي بريجننت بدي لها سبايراميسين لو هي حصل لها انفكشن. ازاي اعمل كنترول؟ عن طريق بروبر ووشنج طبعا للهاند والفيجيتابلز وبيور ووتر سبلاي، واتخلص من الستول بتاع الكات اول باول، عشان لو هو الستول ده فيه انسبوريتد اوسيست ما يلحقش يتحول لسبوريتد اوسيست، وايه والسبوريتد اوسيست دي لو الانسان كلها او اي حد اكلها مع كونتامينيتد هاند او فود هيتعدي تمام. بروبر كوكينج طبعا للميت بتاع الانترميديت هوست، لان قلنا الانترميديت هوست دول لو في جواهم زودو سيست او التيشو سيست ماشي، والانسان كل اللحم بتاعهم مش مستوي كويس هيتعدي، يبقى بروبر كوكينج للميت بتاع الانترميديت هوست. واهتم بالبريجننت وومن هيلث ادوكيشن، وان هي تبعد عن مكان الاماكن اللي فيها القطط، او لو هي مربيه قطط هي ما ترعاهاش، لو في حد تاني يرعاها يكون احسن تمام. وروتين انتينيتال سكريننج، لو مصابه بدلها العلاج على طول. والسلام عليكم.